مكتوبة الأستاذ سركيس نزار. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذا خلال تعاملات الأسبوع الماضي كان العديد من البيانات الاقتصادية المهمة، منها يعني شهادة جيروم باول وأيضا معدلات التضخم ومعدلات التجزئة، مبيعات التجزئة. كيف تتوقع وماذا تتوقع خلال تعاملات هذا الأسبوع تحديدا لدى أداء الدولار؟ صباح الخير. شهدنا بالفعل تداولات متذبذبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي مع صدور العديد من المستجدات الاقتصادية، والتي كان أو لعل أبرزها ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى 7% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، وهي القيمة الأعلى منذ نحو 42 عاما مضت. الارتفاع الكبير في التضخم سوف يجعل المتداولين هذا الأسبوع يتابعون أي مستجدات متعلقة بالتضخم، وبالفعل هذا الأسبوع نحن ننتظر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أي معدل التضخم في المملكة المتحدة بريطانيا وكذلك من كندا، مما قد يضفي على الأسواق المالية المزيد من التذبذب. إلى جانب ذلك سيراقب المتداولون أي مستجدات بخصوص توجهات البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بل والبنوك المركزية الرئيسية في العالم خلال الشهر المقبل والذي بعده، لأن المتداولين الآن يعتقدون بأن الاحتياطي الفدرالي مثله مثل العديد من البنوك المركزية الأخرى ربما سيكونون مجبرين على اتخاذ إجراءات أكثر حزما وأكثر صرامة لمنع استمرار ارتفاع معدلات التضخم عالميا. نعم أستاذ سركيس، يعني تحديدا فيما يتعلق بشهادة جيروم باول بحول معدلات التضخم بأنها جاءت بسبب يعني سلاسل التوريد وأيضا هنالك مستويات العرض والطلب في الأسواق هي التي أدت إلى رفع معدلات التضخم، هل هذا ينطبق أيضا على الأسواق الأوروبية وتأثيرها على اليورو في حال ذهاب المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة؟ بالفعل أزمات سلاسل التوريد هي واحدة من أهم الأسباب التي كانت من نتائج جائحة كورونا عام 2020 واستمرت خلال 2021، وتأثير هذه الأزمة كان ليس فقط على الولايات المتحدة بل امتد أيضا إلى أوروبا بل إلى العالم أجمع، حتى في الوطن العربي وفي المملكة عندنا نستطيع أن نلاحظ تأثر الأسعار في سلاسل الإمدادات التي تعثرت خلال 2021. بالتالي بالفعل البنك المركزي الأوروبي قد يكون مضطر لأن يتخذ إجراءات لإيقاف ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستويات قياسيا منذ بدأت منطقة اليورو، وهذا يعني أن معدلات التضخم وصلت لأكثر من 5%، لكن بالنسبة لأسعار الفائدة من غير المرجح على الأقل حتى هذه الفترة القصيرة أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بأي رفع بالفائدة، لأن البنك المركزي الأوروبي يستخدم حاليا سياسات تقليص ضخ السيولة من خلال خفض برامج شراء السندات، وهي نوع من أنواع التحفيز يشبه نوعا ما رفع الفائدة لكنه مختص بتقليص السيولة من خلال تقليص حيازة السندات، وهذا يعني بأن البنك المركزي الأوروبي فعليا سوف يقوم باتخاذ إجراءات، وهذا ما لاحظناه أيضا على مدى الأسبوع الماضي. فرغم انخفاض اليورو على مدى يوم الجمعة لكنه ارتفع على مدى الأسبوع، مما يدل إلى أن هناك توقعات ببعض التجديد في السياسة النقدية في المركز الأوروبي. نعم، وأيضا تتجه الأنظار العالمية والتركية حول أداء الليرة التركية حول أيضا معدلات التضخم وقرارات متوقعة من المركز التركي، إذا هل من المتوقع استمرار التراجع في أداء الليرة التركية مقابل الدولار؟ الآن بالنسبة لليرة التركية يبدو بأن الأسوأ قد انتهى على الأقل على المدى القصير، لكن المتداولون فعليا ينتظرون أي تلميحات من البنك المركزي التركي، وباعتقادي الشخصي بأن السياسة حاليا ما زالت تتدخل بشكل غير مباشر في قرارات البنك المركزي التركي، بالتالي من غير المرجح على المدى القصير أن يتوجه بنك تركيا المركزي لمعالجة التضخم الذي وصل إلى مستويات هائلة ومرتفعة جدا، وحيث أن علاج ارتفاع التضخم في العادة هو رفع الفوائد، لكن البنك المركزي التركي من غير المرجح أن يتوجه لرفع الفائدة على الأقل خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي باعتقادي الليرة التركية قد تبقى ضمن المستويات المنخفضة نسبيا رغم أن الأسوأ قد مر، لكن أيضا قد تبقى ضمن المستويات المنخفضة نسبيا عند 13 ليرة لكل دولار أمريكي واحد.
نعم أستاذ سركيس، ماذا عن العملات الآسيوية؟ لاحظنا أيضا خلال عملات الأسبوع الماضي تحديدا الين الياباني أحال من التذبذبات مقابل الدولار، إذا لا تزال تأثيرات أوميكرون تؤثر على المنطقة الآسيوية بالتالي على أسعار العملات هناك؟ بالتأكيد هنالك تأثيرات مباشرة على أسعار العملات بفعل فيروس أوميكرون، لكن هنالك أيضا نظرة أخرى يجب أن ننظر إليها عندما نتحدث تحديدا عن الين الياباني. فالين الياباني اقتصاديا يسمى عملة تزويد في متاجرة العائد أو الكاري تريد، وهذا يعني بأنه عندما تسود حالة من جني الأرباح في أسواق الأسهم كالتي حصلت يوم الجمعة الماضي يرتفع الين الياباني، إذ أن المتداولين يتخلون عن الأصول ذات المخاطرة والعائد المرتفعان ويتوجهون لجني الأرباح من خلال شراء الين الياباني، وهذا ما حصل بالفعل عندما شهدنا ارتفاع في الين الياباني مقابل العديد من العملات الرئيسية. فوجود فيروس أوميكرون وتأثيراته على الاقتصاد العالمي يرافق أيضا متابعة المتداولين لأسواق الأسهم، خصوصا ونحن الآن في موسم إعلان نتائج أعمال الشركات للربع الرابع الماضي، بالتالي الين الياباني تحديدا قد يكون أحد العملات ذات التذبذب المرتفع خلال هذا الأسبوع أيضا مع صدور هذه البيانات من الشركة. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.